لو سمحت لي بس انت عامل ميوت يا دكتور؟ اي تمام. طيب دكتور بكري انا هديك الفرصه وما اقدر اطول كثير، لكن في جزء مهم جدا يا جماعه. المشروع ده لما قام في 2009 اتكلمنا على الكلام ده الليله وامبارح وامبارح 9 سنين بنتكلم عنه يا جماعه، صح؟ وطغى عليه الجانب السوداني لانه انا سوداني، وكان دكتور الطيب مصطفى في اليونسكو سوداني، وبروفيسور احمد حاجه علي في الستيرت ويرد اكاديمي كان سوداني. لكن القصد منه انه الناس المهاجرين ديل بيكون عندهم بلس، نحن قلنا بلس، مش انهم افضل من يعرف يخدم بلده، لا، قلنا الناس اللي زي بكري علي وزي علام وغيره طلعوا برا بلدانهم ونجحوا برا ديل في امريكا وفي بريطانيا وغيره، بيكون عندهم قلنا حاجه اسمها البلس، وقدرنا نثبت البلس دي. يعني قلت لهم زي موبايل 8 و8 بلس، يعني بكري علي لو جبت زول زيه وقاري نفس قرايته وخبرته خواجه امريكي بيكون علي بكري عنده بلس. قلنا البلس دي انه بيعرف الكلتشر وبيعرف انه الناس في السودان المواعيد بتجوط وبيعرف انه ما في كهرباء زي جبيل. طيب الحاجه المهمه جدا هنا، بكري علي ودكتور اسمه منهي سوير حمد النيل ار فيري جود اكزامبل، وانا حقيقه وما انا كلكم بتفتخروا بهم، مهمين جدا اضربهم كامثله. فيما يتعلق بدكتور بكري علي ده يا جماعه انا لاحظت في الاف يمكن يكونوا ملايين ما بعرف، لكن من الشعب السوداني في جزء كبير مهم جدا بيهمنا فعلا لما نتكلم عن الساينس والتكنولوجي والعلماء، بنتكلم عن نماذج زي بكري علي ده، انهم ناس غادرين مهنيا واكاديميا انه يعملوا تغيير على مش في السودان، على مستوى افريقيا كلها، لانه بنطبق على السودان بنطبق على افريقيا، افريقيا دي في الصناعه كلها ما تطورت 2%. فالحته المهمه يا جماعه اللي انا داير اعرف بها الناس كثير، انا بعرف الناس بناس يقول لي والله ما عارفين. فخلوني اعرفكم عن حاجه صغيره عن دكتور بكري علي ده، انا والله بكري علي ده في حياتي ما شفته، وانا ما قريت هندسه ذاتي. لكن في حته مهمه يا جماعه بضرب امثله بناس انا والله ما شفتهم. بكري علي يا جماعه خريج كليه الهندسه جامعه الخرطوم ميكانيكا، وكان من الناس المبرزين من الشهاده السودانيه، ودخل الجامعه ويتخرج من كليه الهندسه ومشى امريكا وعمل ماجستير ودكتوراه في الهندسه، ويمكن اظن عنده 2 ماجستير حسب ما بتذكر السيره، في اظن فات 2 ماجستير الله يزيده في الهندسه، ودكتوراه في الهندسه من جامعات عريقه جدا في امريكا، واشتغل بشركات كبيره جدا ضخمه يعني. لكن بعد دي ثاني عمل لها ماجستير في اداره الاعمال من كليه من احنا في ناس البيزنس ديل بنعتبرها من احسن الكليات في العالم. من احسن الكليات يعني كلوكس دي من احسن كليات البيزنس في العالم. فعنده تكنيكال واداره، بيعرف الاداره وهو مهندس شاطر وشغله. والحته دي مهمه ليه؟ عشان يا جماعه لما نحن نتكلم عن ناس يعني خبرات ديل بنقصده يا جماعه، نحن بننبح من زمان نبيع عديل كده والله، معلش اللفظ قد يكون مصري لكن المعنى منه انه صوتنا عيلة. بنقول يا جماعه اللي بيجي بعدين دارين الناس يكون بيعرفوا الوزير ده يكون اي ففني، لكن كمان لازم يعرف قياده، هسه عندنا زول هذا بيعرف في القياده. فانا بتوقع يدينا خلاصه وان شاء الله حتكون خلاصه مفيده. فانا يا دكتور ليه قلت المعلومه دي عنك؟ لانه عشان الناس تعرف المتلقي للكلام ده والسجن دخل هي بالعربي. انا دكتور بتوقع لو تكرمت وانا شو يعني متاكد حتى يعني حتدي المفيد وحدفع الناس، اكثر سؤال عند الزول البسيط وعند الناس المهنيين والتكنوكرات والاحزاب والافيتيس انه الصناعه احنا متاخرين فيها لابعد درجه ما تكون. جبنا الصمغ العربي يا دكتور بكري لو حضرته قالوا كلام جميل جدا، قالوا عشان يعرفوا مشكله الصمغ العربي قالوا رجعوا كده 100 سنه لورا، 100 سنه يعني ما رجعوا لل 30 سنه حقت الانغاز، رجعوا كده 100 سنه عشان يشوفوا قالوا بالضبط الترند الحاصل شنو، وطلعوا بمعلومه قبل لسه ما وصلنا، قالوا السلعه دي اللي هي الصبغ العربي 90 سنه نازله ورا 60 سنه. فده عشان نقدر يعمل استراتيجيه صح. انت زول مؤهل تماما انك تتكلم لنا عن الصناعه في السودان. انا قدمت المقدمه دي عشان اديك ده البرسبكتيف اللي بتوقعه، وبعدين نحن لما ننتهي زي ما قبل نطلع نقول والله ده كلام من زول لو دفعنا له قروش زي ناس ديلويت وديل كان حيدينا الخلاصه دي. يعني مهم جدا انه الناس تعرف الكلام اللي قال ده حيتقال من ناس مصدر، يعني ما حتى بتاع السودانيين وزول مشهور ولا زول كان في الثوره قايم وانتم كلكم بتعرفوا، لكن دارين يا جماعه دي مصادر بتاعت ناس عندها اوثوريتي، عندها مصداقيه علميه وعمليه. فانا باكد على الكلام ده 10 و15 مره عشان لما يتصلوا بيا الاحزاب وليد المدير نوريه مع ده كلام بتاع ناس عندهم مصداقيه، بالانجليزي بقول لها كريديبيليتي اوثوريتي، يعني كلام ناس بيعرفوا الكلام ده ويتحاسبوا عليه. لو اللي مشينا له وقال قول كان هو سيراليوني ودفعنا له قروش هنقول له ادي لك الكلام ده عشان نقدر نستفيد منه. انا طولت يا بكري وتفضل الفلور الزور يا بكري.
شكرا يا بروف علام، ربنا يديك الصحة والعافية، وبصوت واطي عندك مرة ثانية. واضح تماما. تمام، شكرا لك يا أخي على المقدمة الأكثر من أنا بستحقه دي، وكثر خيرك. أنا في الحقيقة عايز أبدأ بكلمة مهمة جدا، إنه الناس لو ما طلعت من التفكير الأحادي، خلينا نقول التفكير الأحادي بتاع إنه يا أنا جوا الرصة، يا أنا ضد الحاصل ده كله، يا مكاني أنا داخل الحكومة كزول أقدر أغير حاجة، يا أنا ما عندي أي حاجة أقدمها للبلد. الناس لو ما طلعت من الحتة دي وفكرت في البلد دي بطريقة إنه دي بلدي وده وطني وأنا علي التزام أقدم حاجة للوطن من أي موقع أنا فيه، ما حنقدر نستعدل الصورة. الصورة بتاعت السودان مقلوبة لأسباب كثيرة جدا، يعني عارفين الحاصل، وممكن نقعد نشرح للصباح إنه الغلط شنو في السودان، والغلط شنو في الوضع الراهن، والغلط شنو في لأن إحنا متأخرين اقتصاديا صناعيا زراعيا في كل حاجة. الالتزام علينا إحنا كسودانيين إنه ننظر لنفسنا كناس نقدم حاجة للبلد، زي ما كينيدي الرئيس الأمريكي في وقت من الأوقات قال ما تسأل بلدك قدمت لك شنو، أسأل أنت قدمت شنو يا بلدك. فمن المنطلق ده أنا بشوف إنه واحد من مشاكلنا الحالية إنه إحنا حاصرين العلاقة بالسودان في قلبين، زول ده زول كويس يكون في الحكومة، زول ده ما عنده حاجة يقدمها معناها ما في له داعي إنه حتى يكون في الصورة. أنا في رأيي العلاقة بالوطن علاقة رينج أو اللي هي مدى كبير جدا، أنت ممكن تكون من أي موقع وتقدم ما يفيد. فأنا إذا حتكلم عن موضوع الصناعة بالتحديد، لكن عايز الناس تنتبه في الكلام ده إنه بعيد جدا عن الاعتبارات السياسية، لازم نتفق على الحاجة دي أول حاجة. وعشان أوضح النقطة دي أكتر، يمكن عايز أرجع لسؤال، ليه مثلا الواحد فينا كسوداني أو كسودانية لما نكون في بلد زي أمريكا زي بريطانيا زي أي دولة تانية ما بيكون عندنا طموح إنه نكون جزء من الحكومة في البلدان اللي إحنا فيها دي؟ ما مش مو طموح هو، لكن لو جدوا سألني ليه، قال لي يا بكر انت رايش شنو، تعال ابقى يا اخي وزير في الحكومة الامريكية، بقول له والله يا اخي ما في داعي، ما محتاج. الحاجة اللي بتخليني انا ما افكر في الحاجة دي اصلا، اللهم الا اذا كان زول شايف ان دي حاجة يمكن انا من خلال اقدم شيء، انه في خيارات كثيرة جدا. انت كشخص قادر تركز على تأهيل نفسك وقادر انك تقدم ما عندك في اي مجال، بتجد موقعك في الاقتصاد بتاع البلد انت فيها، بتجد موقعك في الحتة اللي بتقدر تقدم منها ما يفيد، لو انت داخل الحكومة لو خارج الحكومة. للأسف عندنا في السودان الصورة ما كده، في السودان عندنا الموضوع مرتبط بانه انت الحكومة هي او المنصب هو عبارة عن غنيمة في حد ذاته، واللي هي نظرة غريبة لما تقارن الحاجة دي بامريكا. هنا مثلا اكثر حاجة الناس بيكون ما عايزين معها اي علاقه السياسه، الواحد يمشي يصوت مره مرتين في السنه بيكون خلاص، يعني ده اقصى تدخله في السياسه. فالمساله دي انا برجع تماما لانه هل في خيارات في حياه الناس عشان الناس تقدر تقدم من خلاله ولا لا، والحاجه دي ما بتجي الا بلدنا الواقع الاقتصادي بتاعه يتغير، عشان كل مهندس مثلا يتخرج يلقى شغل في شركه مرموقه يقدر من خلاله يخلق حياه كامله، اي استاذ تخرج في بيشتغل في مهنه التدريس يقدر من خلال مهنته دي يوفر حياه كريمه لنفسه لاهله، ما يكون المنصب السياسي في حد ذاته غنيمه والنظريه تكون انه هو مكسب او جائزه اذا انت قدمت حاجه للبلد المكافاه بتاعتك تكون منصب سياسي. المقدمه دي كان لابد منها عشان اوضح انه لابد انه ناس تتجرد وهي تقدم ما عندها للوطن، عشان الناس تعرف انه في النهايه الموضوع ما It's not about المنصب أو السياسة أو ده وزير وده ما وزير. في النهاية بلد بلدنا كلنا ونجاحنا كلنا ونجاح أجيالنا الجاية كلنا إن شاء الله. فبعد المقدمة دي أنا عايز أعمل شير للسلايد اللي بتاعتي هنا. فلحظة. طيب. ما أعرف ليه اختفى عندي البار بتاع الشير. طيب دقيقة أشوف مدينة كوهوس ولا لا. بكري علي دقيقة. طيب دقيقة يا بكري. ميك كوهوست. بس أنت كده مفروض كده أشوف كده يا بكري. أيوة طيب كده ممكن أشير. أيوة شكرا لك.
طيب دي السلايدز بتاعتي واتمنى ان تكونوا شايفينها واضحه. شايفينها واضحه يا دكتور واصل. شكرا لك. العنوان بتاع وهي بالمناسبه 8 او 9 سلايد ما كثير يعني هتكلم باختصار شويه في الموضوع اللي هو رؤيه استراتيجيه لمبادره الصناعه في السودان وكيف انه ممكن احنا نخلق واقع صناعي وواقع اقتصادي مختلف عن الحاصل في السودان حاليا. زي ما انت تفضلت قبل شويه برو واقع الصناعه في افريقيا ككل مش في السودان بس متأخر جدا وهي ما بتشكل جزء يذكر من الناتج القومي بتاع البلدان في افريقيا بشكل عام ما عدا استثناءات معدوده نحن عارفينها كلنا تقريبا. بالنسبه لنا في السودان ما بتشكل مساهمه بالشكل المطلوب في الاقتصاد الوطني. فالسبب للحاجه دي انه في حاجات مفترض تدعم وهي ما حاصله. انا هتكلم عن في البرزنتيشن ده هتكلم في نقاط محدده. هتكلم في البدايه عن انه التوجه الصناعي هو ذاته شنو. نحن بنقول التوجه الصناعي قاصدين شنو بالضبط وهو بيختلف كيف عن الشيء الحاصل في اقتصادنا حاليا وليه نحن بنتكلم عن انه مفترض يكون في توجه صناعي في السودان. ممكن زول يسألك يقول لك يا اخي ما هو نحن شغالين زراعه وراعي وثروه حيوانيه وذهب ليه محتاجين انه نتلت نفسنا في الدخول في الصناعه وغيره وليه اس الكلام ده بالذات في اللحظه دي في تاريخ السودان هو مهم جدا. وبعد ذلك حنتكلم شويه عن المشاكل الحاصله في الواقع السوداني بتخلي انه التوجه الصناعي ما ساهل ومحتاج تغيير الحاجات دي عشان قبل ما نقدر نتوجه توجه صناعي سليم. وفي النهايه حاتكلم بشكل مختصر جدا في سلايد او 2 عن انه كيف ممكن نحن نضع فريم ورك من ناحيه استراتيجيه عشان نطور الموضوع بتاع الصناعه في السودان. السلايد ده حيكون فيها تعريفات سريعه جدا انه الترانسفورميشن بتاع نحو التحول نحو الصناعه للاقتصاد هو تحول كامل وتحول كبير. وفي حاجتين في الاقتصاد اذا كان اقتصاد مبني على زراعه او على ريسورس بيز اللي هي كوموديتيز معادن ثروه حيوانيه غيره تصدير ده معروف وده يمكن حاجه حاليا ده حاصل عندنا في السودان وفي دول كثيره حولنا يمكن ده نوع الاقتصاد الحاصل فيها. لكن الاندستريالايزيشن او التحول الصناعي هو تحول من الحاجه دي ما معناه انت حتهمل زراعتك او حتهمل ثروتك الحيوانيه او تعدينك لكن الداخل عليك في الاقتصاد من الصناعه حيفوق كل الحاجات دي وحتكون برضو الزراعه في تطور حيكون الرعي في تطور حتكون الثروه المعدنيه في تطور الثروه المائيه السمكيه كله حيكون في تطور. لكن اقتصادك لما يكون اقتصاد صناعي معناها الداخل عليك من الصناعه حيكون اكبر من كل الموارد الثانيه دي لانه بصراحه وببساطه الصناعه عندها البوتنشال انه تفوق كل الروافد دي للاقتصاد. وعشان كده دائما التحول الصناعي بيكون مرتبط بانه يكون في تطور في حياه الناس في الوضع المعيشي في الدخل للفرد. وفي نوعين ناس بتتكلم عن التحول الصناعي في نوعين بصوره عامه اتكلم عنهم سريع لانه لقدام في الوضع بتاع السودان بنحتاج نعرف الفرق ونعرف يا واحد انسب فيهم لنا. الاول اللي هو الامبورت سبستيتيوتنج اللي هو عباره عن انك انت بتحاول تستعمل الصناعه عشان تقلل اعتمادك على الاستيراد. الصناعه مره ثانيه كوسيله للتقليل من الاعتماد على الاستيراد اي حاجه انت محتاج ليها للاستهلاك المحلي تصنعها محليا. والحاجه دي بتقتضي سياسات من الدوله انها تكفل السوق المحلي بشكل ما بانه ترفع مثلا التعريفه الجمركيه بتاع الواردات تخلي سعرها في السوق اعلى من سعر المصنع المحلي تدعم الصناعه المحليه. ودي حاجه استعملت في دول كانت في امريكا اللاتينيه وحتى في افريقيا بنجاح نقدر نقول متفاوت نسبيا. النوع الثاني من التحول الصناعي هو تحول بانك انت تدعم الصادرات بتاعتك كدوله منتجه على اساس انك تستهدف اسواق معينه وتصدر لها. والحاجه برضه بتحتاج سياسات معينه من الدوله بتعتمد على تنميه المهارات وتعتمد على اضعاف العمله المحليه بصوره متعمده عشان تخلي مدخلات الانتاج بتاعتك اقل. في النهايه في التحول للصناعه الحاجه الاساسيه اللي بتحدد النجاح بتاع العمليه دي مقدرتك على انك تنافس سواء مقدرتك على انك تنافس الوارد او مقدرتك على انك تقدم سلعه ومنتج لاسواق خارج بلدك تقدر تنافس بها المتوفر في الاسواق دي. معناها انت محتاج تنتج بتكلفه اقل محتاج ترحل بتكلفه اقل وكل الحاجات دي. فدي التعريفات عن التحول الصناعي وانواعه. طيب ليه نحن نتكلم عن التحول الصناعي والحوجه ليه وشنو زي ما قلت. خلينا في اللحظه دي نجيب ونتكلم عن الثوره السودانيه
الآن مقتنع تماما إنه نحن كلنا حاليا ما مستوعبين بشكل تام العظمة والمجد بتاع الثورة السودانية اللي حصلت قدام عيوننا وعشناها كتاريخ، والحاجة دي تخلينا حنستمر في إنه ندرك قيمتها وندرك العظمة بتاعت الثورة اللي انتج الشعب السوداني، حاجة حنفخر بها وتفخر بها أجيال جاية إن شاء الله للتاريخ، وحجزت مكانة في كتب التاريخ ورهدي رغم الواقع الحاصل قدامنا حاليا. لكن مطالب الثورة كانت واضحة: حرية، سلام، وعدالة، صح؟ فالتحول الصناعي إخواننا ببساطة هو أسرع وأكثر طريقة عشان نحن نحقق الحرية والسلام والعدالة. الحرية ما معناها بس حرية التعبير ولا حرية المشاركة السياسية، حرية الإنسان إنه ما يكون محتاج، حرية الشخص السوداني المواطن السوداني إنه يكون عنده دخل محترم، حرية من الجهل، من المرض، من غيره. السلام ما سلام اتفاقيات ومناصب، السلام بيحتاج تنمية حقيقية في مناطق النزاعات. الأسباب الحقيقية لأنه ما في سلام إنه في عدم عدالة في توزيع الفرص، في توزيع المصادر الرزق في البلد، ودي حاجة ممكن إذا عندك إنتاج صناعي يدعم الاقتصاد ممكن أنت تستعملها كوسيلة لأنك تحقق مساواة كاملة في البلد، وإنك تدعم البلد على امتداد ربوع السودان مش بالتركيز بس على المناطق المتضررة أكثر. طيب، وموضوع العدالة ده طبعا موضوع نقدر نقول إنه يعني من أهم متطلبات الثورة، وأكيد إنه لو ما حصل فيه ما أحرزنا فيه تقدم، كل الحاجات الباقية دي ما أظن حصل فيها تقدم. لكن بصورة تانية إنه نحن محتاجين كشعب سوداني، عندنا ما شاء الله من المصادر بتاعت الثروة الطبيعية، الأرض، الجو، المياه، الزراعة، الثروة الحيوانية، المعادن، كل شيء. نحن محتاجين إننا في التحول الصناعي نركز على الحاجات دي ونعرف قيمتها، لكن ما نقيف عندها بس. لو مذكرين كان واحد من الحاجات يمكن من أول الحاجات السيد رئيس الوزراء ذكرها في أول أيامه إنه ما حنصدر حاجة خام بعد كده. أنا ما شايف إنه حصل تقدم كبير في الحاجة، لكن حارجع نتكلم بالتفصيل إنه أنت محتاج تعمل شنو عشان ما تصدر أي حاجة خام، ما تحتاج تصدر أي حاجة خام. في نفس الوقت ليه النقاش ده حاليا وليه نحن محتاجين في اللحظة دي في عمر البشرية، في اللحظة دي في عمر السودان، إنه نركز على التحول الصناعي؟ لأنه ببساطة كده في تحولات كبيرة جدا في الدنيا حاصلة ما بين الدول المستهلكة والدول المنتجة المصنعة، وفي موازنات كثيرة حاصلة، في علاقات ثنائية في التجارة، وفي حروب بتاع التجارة حاصلة بين البلدان. فرصة مواتية جدا للسودان ولدول زي السودان إنها تستفيد وتجد موطئ قدم في الخريطة بتاعة التصنيع في العالم. وفي نفس الوقت عندنا الوضع بتاع الكورونا اللي هو حيغير الرصة كمان مرة تانية. لكن بس أشير هنا في السلايد دي قبل ما أخليها، لأنه كل الحاجات دي البيتر ليفينج ستاندرد، الوضع المعيشي الكويس، السستينبل ديفلوبمنت بالنسبة للبلد كلها، والأندر سير بوبوليشن أو المناطق المتأثرة كثير في البلد التركيز عليها والتنمية بتاعتها، التنوع الاقتصادي، الوظائف ذات الدخل العالي، وحتى السيادة الوطنية للبلد، كل الحاجات دي أنت بالتحول الصناعي تقدر تحقق فيها تقدم، وخصوصا المسألة بتاعت استيعاب الشباب في وظائف، لأنه التحول الصناعي من طبيعته أنه بيحتاج عمالة مدربة بشكل عالي، وبيحتاج عمالة واسعة أوسع من الزراعة من الرعي. تجلك راعي واحد يكون قدام 500-600 بهيمة، لكن عمل لك مسلخ واحد أو محجر بتاع لحوم واحد، وشوف أنت ممكن تخلق كم وظيفة بنفس عدد البهائم. فدي الأسباب باختصار بتخلينا نفكر في التحول الصناعي ونعرف أهميته للسودان في وقت زي ده. طيب، الكلام سهل زي ما بيقولوا، لكن التنفيذ حيكون كيف؟ حنصل الحاجة دي كيف؟ حنصل التحول الصناعي كيف؟ في gaps معناها في فجوات كثيرة جدا على كل المستويات. أنا حابدأ بالمستوى الاستراتيجي في البلد. أنت في الدنيا دي حاليا عايز تعمل حاجة ما لم تكون محدد هدفك بوضوح وعارف إنك أنت عايز تحقق 1-2-3، ما هتصل على 1 ولا 2 ولا 3. عندنا مشكلة واضحة جدا على مستوى القيادة في تحديد وجهة محددة من ناحية استراتيجية، نحن عايزين نعمل شنو، عايزين نصل لشنو في السودان، عايزين نودي البلد دي على وين. ما عندنا ناشنال أجندة، أو ما عندنا بيقولوا عليه شنو، مشروع وطني، مشروع قومي يستوعب كل الأفكار وكل الطاقات بتاعة الشعب السوداني. دي واحدة من الحاجات اللي كنا محتاجين لها طوال مباشرة بعد نجاح الثورة والدخول في المرحلة الانتقالية، إنه يكون في مشروع يتفقوا عليه جميع أهل السودان، إنه عايزين نعمل كده، عايزين نحول السودان ده لكده. الحقيقة ده ما حصل، النقاش ده ما حصل نهائي.
الحاجات الثانية على المستوى الاستراتيجي اللي هي العزلة الحاصلة في السودان وما حصل فيها، يمكن حصل فيها شوية تغيير من ناحية مثلا الاتحاد الأوروبي، شوية من الدول اللي حولنا، لكن على مستوى العالم ما زال السودان بعيد وما زال معزول. العملية السياسية الحالية، وأنا بقول الكلام ده ما بقوله عشان أقول إنه مثلا الناس تطلع الشارع ليلة وتسقط الحكومة الحاصلة دي، أنا عارف الوضع المعقد اللي احنا فيه، والحتة ان احنا وصلناها لدي وصلناها كيف وصلناها باتفاق، يعني يمكن صعب جدا انه الناس تمشي خطوة لقدام في توافق تام، دي حاجة معروفة. لكن في نفس الوقت داخل الوضع السياسي ده في حاجات ممكن تفاديها، وانا هنا حقوم اجيب الصورة دي من تويت من بلومبرج افريكا قبل يوم او يومين، منزلين تويت انه وزير المالية السابق دكتور ابراهيم البدوي قال هو The country rulers failed to grant him authority necessary to reform. إنه بالواضح كده ما كان قادر يحقق حاجة من المنصب بتاعه. وكلنا متابعين التفاصيل بتاعت دكتور البدوي والخطاب بتاعه والانتقادات الوجهة وعارفين التفاصيل السياسية دي. يمكن دي واحدة من المشاكل الحاصلة في الواقع الحالي، إنه الإدارة السياسية ما قادرة تحقق البيئة بتاعة العمل اللي بتحتاج لها البلد عشان الناس تقدر تقدم أحسن ما عندها، سواء كان دكتور إبراهيم بدوي. أنا ما بدافع عنه هنا بالمناسبة، أنا أحتفظ برأيي لنفسي في الأداء بتاع الوزراء والحاصل منه شنو، لكن بس بقول إنه إذا وزير المالية بتاعك بيطلع بيقول إنه أنا ما كان عندي طريق إنه أحقق الأفكار الفراسي لأنه ما كان عندي السلطة الكافية، فقيس على ذلك الموضوع ده محتاج إنه الناس تشتغل بتركيز كفريق عمل. ودي واحدة من الواضح من الجابس الحاصلة حاليا، من الفجوات الحاصلة ومن الأمور اللي ما تعالجت ما حنقدر نحلم بأن يكون تحول صناعي. في طبعا جابس معروفة على مستوى الـ implementation أو التنفيذ. على الشمال كنا نتكلم عن الجابس على مستوى التخطيط والاستراتيجية وبيئة العمل وكده، لكن خلينا نتكلم عن الفجوات الحاصلة والحياة الناقصة في الواقع السوداني. الكهرباء، الطاقة بشكل عام، مش الكهرباء بس، الكهرباء والاستعمال وتنفيذ مشاريع الطاقة بشكل عام ما موجودة. التمويل سواء كان تمويل داخلي أو تمويل من foreign direct investment من الخارج. القوانين، ودي يمكن دي القوانين والسياسات دي يمكن تكون على الجنبتين، على الجانب التوجه الاستراتيجي وعلى جانب التنفيذ. لكن حتى العمالة، مستوى تدريب العمالة في السودان، نسبة وجود شراكات حقيقية بين السودانيين كشركات كأفراد كمؤسسات كحكومة والأطراف ممكن تساعد في مزاج التحول الصناعي، سواء كان شركات أو دول أو غيره. وفي نفس الوقت العزلة الحاصلة على السودان كلنا عارفين نتيجتها وعارفين أثرها المدمرة على السودان وعلى موقعه في العالم وعلى الأكسس بتاعنا للأسواق والتكنولوجيا وكده. في نفس الوقت الناحية الإدارية، شوف أنت إذا عايز تعمل لك تحول صناعي محتاج لك كمدير، محتاج لك كم CEO للشركة تكون بتدير مشاريع على مستوى عالي، محتاج لك كم شخص مؤهل إنه يدير مكنة بتاعت إنتاج وعنده تريننج على مستوى عالي. الحاجات دي للأسف عندنا فيها مشاكل كثيرة جدا ومحتاجة معالجات. طيب دي ما نهاية الموضوع. هل إذا أنت عندك واقع حاليا هو ما الواقع اللي أنت محتاج تجليه عشان تتحول صناعي، حترفع يدك وتنفض يدك وتقول لا خلاص نحن المسألة دي ما عندنا فيها وربنا ما كتب لنا النصيب في الصناعة دي، نحن نركز على زراعتنا دي؟ ده ما مقبول طبعا، والاستسلام ما عنده محل في إدارة الدول. إدارة الدول هي الإدارة لأنك أنت بتشيل الواقع الحاصل الليل وبتحاول تطلع منه واقع مختلف. هتكلم هنا عن الفريمورك بتاع التحول الصناعي، وأكيد الناس متابعة التحولات اللي حصلت في دول حولنا في دول في العالم، سواء نتكلم عن دول آسيوية أو دول أفريقية، أثيوبيا جارتنا على 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 سبيل المثال أو غيرها. المسائل دي ما بتحصل بالصدفة، الناس بتحدد اتجاهها الاستراتيجي، نحن عايزين نعمل كده. وحتى في موضوع التحول الصناعي ده زي ما قلت في أكثر من أسلوب وأكثر من مدرسة استراتيجية. واحد من الأطروحات هنا اللي هي دي هارفارد بيزنس ريفيو كتبوا إنه مثلاً التحول الصناعي في أفريقيا ما ممكن يكون زي الحصل في الصين. الصين عارفين كلنا في 20-25 سنة عملوا تحول كبير جداً من دولة فقيرة إلى اقتصاد هو حالياً ثاني أو أول اقتصاد في العالم، وصناعات من أصغر حاجة لأكبر حاجة، وحالياً في مرحلة بتاعت إنه يدخلوا في الصناعات المتقدمة. ف
الكلام ده هنا بقول او الريفرنس ده بيقول انه يا اخي اللي حيحصل في افريقيا ممكن يكون زي حصل في الصين، لانه ببساطه قالوا انه الصين وصلت مرحله من تجويد مثلا الصناعه، انه دخلوا في الحته بتاعت الروبوتكس والانتليجنس الاي اي ارتفيشال انتليجنس، انه الايدج او ال بيسموها شنو هي الكومبتيتيف ايدج بتاعتهم، ما من السهل بعد انه تجي مجموعه بتاع الدول في العالم وتسحب من تحت ارجلهم البساط بتاع الاكسبورت او بتاع الاوت سورسنج. لكن ما قالوا معناها افريقيا ما تعمل صناعه، قالوا افريقيا عشان تنجح في التصنيع التحول الصناعي ركزوا على الاستهلاك الداخلي داخل القاره داخل الدول، ويركزوا على انه يكون في اتفاقيات بتاع التجاره مشتركه عشان تسهل مرور البضائع والسلع بين الدول دي، ويخلقوا كتلة منافسة داخل أفريقيا، وفي نفس الوقت يركزوا على تحسين الانفراستراكشر الطرق المطارات الموانئ الكهرباء الغيره، واستثمروا في التعليم على أنه في يوم من الأيام الحاجة دي ممكن توصل الناس لتحول صناعي حقيقي. فده رأي. الرأي الآخر اللي أنا عايز أجيبه برضو كمقابل للرأي ده، ده من ماكنزي ان كمباني، شركة بتاعت استشارات ضخمة جدا معروفة، ده قالوا العكس، أنه اللو كوست مانيفاكتشرينج ممكن يكون هو أو low cost sourcing ممكن يكون هو الحل لأفريقيا، إنه يركزوا على إنه يستوعبوا صناعات بتكلفة أقل. لبعض الناس بتفتش الشركات والدول بتفتش على دول تصنع لها تصنيع بتكلفة أقل، وقالوا سببهم في الحاجة دي إنه يا أخي أفريقيا عندها resources بتاعتهم قاعدة في أفريقيا، ما محتاجين يستوردوا، كان معادن سواء كان ثروة بشرية شباب صغار ممكن قابلين للتعليم، والفري تريد اجريمنت برضو حاجه مهمه جدا ده في الواقع الافريقي. وكانت النصيحه بتاعت ماكنزي للشركات والبزنس اللي بتفتش على لو كوست مانيفاكتشرنج او تصنيع بتكلفه اقل في افريقيا، انه يفكروا على المدى الطويل وانه يكون عندهم وجود في افريقيا، والناس تركز على تطوير التالنت او اللي هو العماله، تطوير العماله عشان يكون التحول الصناعي ده حقيقي في يوم من الايام. أنا جبت المثالين ده هنا كمثالين متناقضات في الكونكلوجن بتاعتهم وفي الخلاصة بتاعتهم، لكن عايز الناس تركز في إنه الاثنين بيقولوا لك نفس الحاجات بصورة أو بأخرى، إنك أنت محتاج إنه يكون في free trade agreement، إنه يكون في علاقات تجارية ثنائية أو إقليمية، إنك محتاج تركز على infrastructure البنية التحتية، محتاج تركز على التعليم والتعليم التقني، ومحتاج تركز على انه تجذب الاستثمارات الخارجيه. فرغم انه ده الاثنين نموذجين من ناحيه استراتيجيه مختلفات، لو انت اخترت واحد فيهم هتعمل حاجات مختلفه تماما لو اخترت الثاني، لكن في نفس الوقت حاجات مشتركه كثيره وبتهمنا احنا في واقعنا السوداني. بالاضافه للحاجتين ديل انا عايز برضو اشير لحاجات مهمه جدا لنا في واقعنا السوداني، انه لابد يحصل alignment او بسموه شنو هو بالعربي، اللي هو انه يكون في الأجندة بتاعتنا الوطنية تكون متماشية مع الأجندة في الإقليم من حولنا في المنطقة من حولنا وفي العالم. وإذا أشرنا للحاجات بتاعت الـ Sustainable Development Goals أو أجندة 2063 في أفريكا أو الاتفاقيات الموجودة من حولنا في المنطقة سواء كانت أفريقيا أو غيره، وهنا في دي الصورة دي أنا لقيتها وعجبتني جدا، إنه فيها دي الاتفاقيات. مثلا لو خدت الكوميسا، مثلا الكوميسا اللي هي Common Market of Eastern and Southern Africa، لو خدت الاتفاقية داخل الدول الداخلة بالاتفاقية دي اللي هي الدول في المربع البلو ده هنا السودان داخل فيها، لو خدت هنا SADC الاتفاقية تانية داخل فيها الدول دي جزء منها كتير من دول الجوار كان يوغندا أو كينيا كويس، وإذا مسكت الدول العربية منطقة اللي هو Greater Arab Free Trade Area السودان داخل فيها برضو طبعا، لكن برضو دول الجوار من حولنا داخلة في كثير من الاتفاقيات دي. فبوريك ان السودان في نفس الوقت ممكن يكون جزء من اتفاقيات تجارية مشتركة تفتح الحدود وتقلل التكلفة بتاعت البيزنس بين الدول، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا. طيب بالنسبة للجابس الثانية كانت تكلمنا عنها اللي هي البنية التحتية، العمالة المدربة، الليدرشيب، البيئة السياسية، الحاجات دي لازم تحصل بالإضافة للالاينمنت مع الجلوبال أجندة في المنطقة وفي العالم. محتاج الليدرشيب يا أخوانا، ليدرشيب بفيجن، مش ليدرشيب بتاع التخبط السياسي ولا ليدرشيب بتاع التنافس على مناصب، ليدرشيب قيادة حقيقية عندها نظرة لأن السودان مفترض يكون كيف، وتطرح
أجندة قومية، مشروع قومي. الكلام ده أنا سمعته كثير جدا لكن ما شايف فيه تقدم، لأنه بدون أجندة قومية تزيل ما عندك وجهة، ما عارف نفسك ماشي على وين. بعد ذلك بتجي باقي الحاجات، إنك كيف تجذب الاستثمارات الخارجية، كيف إنك تسهل القوانين بتاعتك عشان تعمل، عشان الناس اللي بتجي تعمل بيزنس واستثمار عندك الأمور تكون سهلة بالنسبة ليها، كيف إنك تركز على أسواق معينة. إذا عايز تشتغل في الحتة بتاعت الصادر تركز على أسواق معينة، مش تركز بس معناها أنا والله عايز أصدر مانجا لألمانيا، معناها تمشي تشوف المانجا دي في ألمانيا بتجي من وين، بيستهلكها من وين، الكواليتي شكلها كيف، الأسعار شكلها كيف، القوانين اللي زول عايز يجي يبيع مانجا في أسواق ألمانية هي شنو أو أوروبية، المواصفات شنو، كل الحاجات دي أنت محتاج إنك تركز عليها بناحية مفصلة عشان في النهاية لما تجي تعمل حاجة عندك وتنتج منتج ما تكون أنت شايف منتج وحينبيعه وما عارف توديه وين، لكن بديت من البداية بهدف محدد ووصلت للهدف ده في النهاية. حاجة تانية زي الاستراتيجي جوز اللي هو البضائع الاستراتيجية، تكلمت عن الصمغ العربي قبل شوية، واضح انه منتج استراتيجي على مستوى عالي جدا مش على مستوى طبيعي. يعني الصمغ العربي ده الصمغ السوداني خلينا نسميه، دي من الحاجات اللي اذا كانت متاحة لدولة تانية متأكد انه كان هنشوف واقع مختلف تماما عن الحاصل في السودان. الببليك برايفت بارتنرشيب دي واحدة برضو من الطرق انه يحصل انه دعم للاستثمار في البنية التحتية او في غيره، ولا بد من طبعا انه يتفتح الباب للسودانيين والسودانيات بالخارج اللي اكتسبوا خبرات وعملوا علاقات واسعة زي الامثلة اللي انت قلتها يا بروف علام، وعارفين امثلة كثيرة حول العالم. الناس تطلع من التفكير بتاع انه يا وزير يا قاعد برا السودان، المسألة ما كده، المجال واسع جدا في انه الناس تساهم في تغيير الواقع بتاع السودان، وفي نفس الوقت الحاجات تمشي بدون ما يكون في تشاكس على مناصب ولا غيره ولا كده. طولت عن أكثر من اللازم، لكن دي آخر سلايد عندي. الخلاصة بتاعتي إنه الحاجة دي ما صعبة، ولا زي ما بقول يعني ده ما عايز عليها عبقرية، حاجة واضحة وغيرنا كثير من الدول طبقتها ونجحت فيها، لكن نحن محتاجين إننا نبدأ، محتاجين leadership. كتبتها ثلاثة مرات لأنه فعلا هي الحاجة المهمة ولازم نبدأ من هنا. الحاجات هنا الشعب على مستوى الشارع عمل عليه ثورة عظيمة جدا، اقتلع بها نظام ديكتاتوري صعب جدا. من هنا ولا قدام الشعب محتاج انه يشوف نتائج حقيقية، يشوف قيادة حقيقية، يشوف رؤية واضحة. والريكومنديشن بتاعي بالنسبة للسودان كان وما زال انه السياسة بتاعتنا لازم تكون هايبريد، محتاجين تصنيع محلي عشان كثير جدا من الحاجات اللي احنا بنحتاج لها للاستهلاك المحلي للأسف بنستوردها من برا. في حاجات كثيرة ما في عذر إنها ما تصنع في السودان، لكن في نفس الوقت بحكم الثروة القومية اللي عندنا محتاجين إنه برضو نركز على الصناعة التحويلية، على الصناعة اللي بتاخد منتجاتنا وتحولها من كوموديتي لمنتج يكون في فرق في السعر، يكون في قيمة عالية جدا لمنتج زي ده، مشيله بدل مشيل لك مادة خام أو كوموديتي ممكن تنافسك فيها 30-40 دولة تانية. Start with the end in mind. دي نصيحة مهمة جدا، لازم نحن نعرف نحن عايزين شنو عشان لما الحاجة بنعمل الليلة توصلنا للحاجة نحن عايزينها دي. وأكيد الحاصل في العالم الليلة من كورونا وغيره حيرص الموضوع كله بطريقة مختلفة، وحيكون في تركيز على الأمن الغذائي، على حاجات نحن عندنا فيها إمكانية نقدم شيء. لازم نضع خططنا على أساس إنه دي من الحاجات المحتاجين نحن نقدم فيها، وعندنا ما نقدم للعالم. نحن ما دولة فقيرة ولا دولة فاشلة، لكن نحن دولة بس محتاجة إدارة مختلفة عشان العالم يشوف ما عندنا وسوا بنقدر بإذن الله. أنا دائما بحب الجملة بتاع سوا بنقدر دي، لأنه فعلا سوا الناس الجوة، الناس البرة، الناس الداخل الحكومة، الخارج الحكومة، والموضوع ده ما صعب، بس عايز الناس تخلص النوايا والناس تشتغل بين يصافي وإن شاء الله بنوصل. معلش أبرف علام طولت شوية. لا لا والله والله يا دكتور بكري شكرا لك جزيلا، وانا مبسوط جدا من يعني ان شاء الله الجماعه دي بعدين يساعدونا، الخواجات دي الكويسه انت اللي صايد كانت بدناغ ما هو عنده مشكله. الفيديو ده هيطلع كامل بالذات بتاعك ده بتقطع عن كلهم، وبالعكس الصناعه دي فيها جاب كبير جدا غير ناس دكتور عادل زمان معيس كتبوا لهم حاجات ما قاعد تلقى بالسهل زول يحلل لك الصناعه دي. والله انا شخصيا انا ما بقريت صناعه ولا قريت هندسه، ده الشغل اللي انت مستند له ده لو بعرفه يعني من نفس السعوديه ونفس الامارات يهم بيجيبوا ناس ماكنزي ديل وبيجيبوا ناس هارفرد ديل،
يعني الانوفيشن بوليسي بتاعت السعوديه دي كلها لسه قايمه وقاعده دي. يوم بيجيك واحد من الاربعه دي اللي ادي اللويت يوم انت بتتكلم عنه ده كلام ارغى حته بتدفع لها قروش تيجي تديك القرايه. انا اول حاجه اتمنى انه ربنا نشوف انه زي ما قلنا في الزراعه دي نجي نقعد نعمل لها حلقات كامله وناس اسجلها وانا بفتش في ناس انه يساعدوني في القصه دي. الصناعه دي والله مهمه جدا انه يتأرخ ليها. انا ده اسالك سؤالين قبل ما امشي لدكتور سهير لانه في سؤالين ملحين جدا. واحد ريسن حصل لكن الاول ده من زمان بتسائل يا دكتور عبد لك بالزمان او عبد لك بالجديد ده لما عملنا اللقاء الاول مع عمنا يا جلال الدين والناس ما كان عارفه ذاته انه في زول كتب كتب قدر ده. راح اوريكم كتبه بعد شويه. اتراسل معي حد من غير ذكر الاسماء قال لي انا شغال مستشار في ديوان ملكي في الخليج سوداني هو. وقال لي يا اخي انا شفتك اللقاء بتاع عمنا جلال الدين ده وقال لي يا اخي انت مش داير الكلام ده يصل لاعلى حته في الدوله انا حوصله. قال لي لمكتب المجلس السيادي. قلت له تمام لكن الفيديو بتاعك ده انا عندك الود بعرف وزراء كثيرين حوصله ليه وانا اللي بعرفه كله حوصله ليه. لو سالتك يا دكتور بكري فيديوك ده قول قطعنا كده زي ما هو عن مستقبل الصناعه وانت كتبته فوق بالعربي والسلايد بالانجليزي الجهه بتفتكر انه ممكن تستفيد وممكن لو عصى ولا عل انه الله يعني يخليهم يغيروا ولا لقى كلامك ده يمسكوه بالراحه ويتواصل منو يعني مجلس الوزراء منو جهه وزاره الصناعه. وزاره الصناعه ده يعني ده موضوع ثاني نتكلم عليه مره ثانيه. كلامك ده عشان احنا حريصين جدا وقاعد يجيب فايده كلامنا ده بيمشي بيصل محلات كثيره فيصل وين يا ياسر تيجي تبارك الفيديو بتاع نصر الدين حايم لحد الليله المحاضره اللي تسجلت هنا في لندن لليله عامله يعني وحصلت المليون فيور يعني واصبحت يعني مصدر للمعلومه. احنا ما عندنا مصلحه احنا نهائي ناس نيوترال. فاكثر حته تنصحني انه لو بكره تشاور معي زول فيديوك ده دار يصير وين انت يا دكتور ده المسل فيسبوك ده قاعد وحيكون في النهاية واي شيء اهم ناس ممكن يستفيدوا منه من بوليسي ميكرز منه يا دكتور. والله يا بروف علام شوف هو الموضوع زي ما ذكرت قبل شويه الموضوع مهمه جماعيه كويس. ما تقدر تستثنى حته واحده تقول مثلا الوزير الفلاني او المجلس الفلاني هو المسؤول عن الموضوع ده بشكل عام. واضح انه المسؤوليه من فوق لتحت المسؤوليه على مستوى قياده الدوله سواء كان مجلس سيادي او مجلس وزراء. الناس محتاجه انها تجد طريقه مختلفه للاداره بتاعت الفتره الانتقاليه والاداره بتاعت مستقبل السودان لانه الحاصل ده حاليا ما بيسمح بواضح كده ما بيسمح انه يحصل نجاح في مسألة بتاع الصناعة أو في مسألة بتاع التقدم أو تطور أو في أي حاجة. يعني إذا حصل نجاح في ظروف زي دي هيكون صدفة بالواضح كده. يعني المجلس السيادي المكون العسكري المكون المدني داخل المجلس السيادي الاثنين عليهم مسؤولية في تغيير الواقع ده. المؤسسة العسكرية مثلا يعني وضع يدها على كثير جدا من مواقع الانتاج في البلد ومؤسسات صناعية وكده ورافضة حتى إنه يكون في تشاور في إنه الحاجة دي كيف إنها تساهم في تطوير البلد بشكل عام. في حين انه لو الناس نظرت الموضوع بنظره بعيده المدى شويه هتعرف انه الحاجه دي حتعود بخير على السودان كله عليهم هم ذاتهم. انا بستغرب انه جيشنا ده ممكن يكون من اكثر الجيوش تطورا. انا عارف الكلام في الجيش بيجي من حياه المحظوره في الايام دي لكن برضو انا حقوله كويس ما معترف بحظر زي ده لانه نحن شعب قاتلنا عشان نحقق حريتنا والحمد لله بدماء الشهداء ربنا يرحمهم وتقبلهم وصلنا للحريه. المهم التطور اللي بيحصل ده خيره الناس ما قادرة تستوعبه ما قادرة يعني الناس زي الناس بتتشاكل في الفتات كويس وما قادرين يركزوا ان السودان ده ممكن في خلال 5 سنة بالكثير ممكن اقل من كده لو الناس صدقت النوايا سواء كان مكون عسكري مكون مدني مجلس وزراء حتى شباب على مستوى لجان المقاومة. انا بتوقع انهم هم مش بتوقع هم فعلا قادة المستقبل في البلد دي. CEOs بتاع الشركات اللي بنتكلم عنها دي مدراء المشاريع بتاع الشركات اللي بنتكلم عنها دي هم حيكونوا من شباب يعني المقاومة ذات نفسهم. فالمسؤولية مشتركة من فوق لتحت لكن أكيد في الوقت ده في المرحلة دي في حاجات أساسية زي ما أنا أشرت لو ما حصلت على مستوى القيادة فوق مسألة الرؤية دي بتجي من القيادة زي ما سمعنا في بلدان عمل التحول سواء كان أندونيسيا سنغافورة الصين. القيادة شفنا دورها كان شنو في التحول ده على مستوى الشارع على مستوى الشباب. انا دي واحده من حياتي لما اتيحت لي فرصه ان اتكلم في القياده اثناء الاعتصام كنت دائما بقولها يمكن الناس في ناس بتحس بيهم يعني بقول لك يا اخي الحاجه دي ما محلها او ما وقتها. كنت بقول للناس يا اخواننا امشوا تعلموا اللغه الانجليزيه امشوا طوروا نفسكم اتعلموا الكمبيوتر اتعلموا
سجلوا في كورسات. حتى لو الحكومة والقيادة السياسية حصل تعديل في الوضع وتيحت الفرص، في النهاية بعد ذلك أنت إذا ما عندك شباب جاهز، إذا ما عندك ناس مؤهلة إنها تدير الحاجات دي أو التحول ده، ما حتنجح برضو. فالمسؤولية متكاملة، لكن أكيد المسؤولية الأكبر على مستوى يعني لا يكون عندنا رؤية الدولة. تمام، شكرا لك. السؤال اللي بيسأل طوال عشان أنا ذات الزمن ده أمشي وحاجيكم راجعين بعدين كلكم لدكتور سهير دي. يا دكتور، نحن مما بنناقش من زمن الإنغاز أي ندوة عملناها عن الاندستريالايزيشن والصناعة في السودان، ممكن هو كانوا دكتور عادل ودكتور ناس لأنه هم الوحيدين اللي في بريطانيا قاعد نلقاهم. في سؤال بيتسأل، والسؤال ده أنا حاخدته لك بطريقة لأنه ستة أديت فكرة عامة موافقينك الناس فيها وأنت ما شاء الله حللت التحليل. أنا قال لي ما في طريقة علمية أكثر من كده يتحلل، وببساطة شديدة أي ذو كلامك ده حيفهمه. في حاجتين يا دكتور، الحاجة الأولى في ناس بيقول لك بالرغم من إنه الصناعة منهارة في السودان، عندنا دال جروب كإكزامبل، في شركات كثيرة عندك مروج وعندك، لكن خلينا في دال دي كمثال بس. بيقول لك بتصنع، أنت أكيد فوت السودان وصح، قلت هذا قلت أيام الاحتصام في السودان أكيد دي لو ما قال آخر لحظة لك بتكون فوت السودان قريب، يعني بيصنع أي شيء لحد المديدة اللي بتلقاها، صح دي صناعات صغيرة أنا معك فيها، لكن ده أضرب لك بقى كمثال صناعات بتاعت أغذية وأكل وشناي، يعني حتى مديدة بتاعت اللي بتلقاها في البغالات قاعدة بتشيلها تمام، بس الكسر ده بصنعه ناس دال فنجحوا كشركة وربنا يوفقهم ويزيدهم. فبالناس بيقول لك ما هدفي مصانع جودة عالية، وبالدليل لما حصل الحظر على قطر من الشركات اللي جابوها في التلفزيونات العربية عمل السبلاي لقطر كانت منهم شركة دال ودت اللبن والعصائر وغيره. يعني الصناعات البسيطة الصغيرة اللي طبعا بتفهم صناعة أحسن مني 100 مرة، الزر البسيط في الشارع بيقول لك هذا دال بتنتج إنتاج توب كواليتي، لأنه هذا بالدليل بيقدر يخش السوق العالمية. وأنا في ناس كلموني قال إحنا حاولنا معاهم حتى يغزوا أسواق في الخليج، لكن بيشوفوا الضغط عليها كثير لأنه هي لسه الشركة ما قدرت. ده واحد يقبل عندنا شركات في السودان في زمن الإنغاز والدمار الحاصل اللي أنت قلته ده كله ناجحة وبتنتج إنتاج مستوى عالمي. الثانية اللي انت ذكرتها بتاعت الجيش دي، ودي مهمة جدا. انا حاطرب لك مثالين يا دكتور، مثالين حيين. انا قابلت مستشار كبير جدا في حكومة الامارات في ابو ظبي، وقام لقاني زول ده وسألني عرضا بحكم انه انا سوداني، انا كنت مستشار في الحكومة، قال لي بتعرف عديل بهذا اللفظ بتعرف شركة جيات في السودان؟ قلت له بعرف الشركة لكن ما دار شنو انت فيها. قال لي انا قابلتهم في الاوروبيان اسمه شنو يا ليف كيو ام بتاعت الاوروبيان فيدريشن اوف كواليتي مانجمنت، اللي هم المدغير نقول ايش هم بتاعنا كواليتي اسمه شنو هون، قابلت فيهم هناك في بلجيكا الفيدريشن اسمه شنو الجوده، اي ناس الجوده ايوه هم بتاعنا الجوده ديل. وقال لي قابلتهم هناك في بلجيكا، طبعا مركزها في بلجيكا، وقال لي قاموا حتى في الونسه معاي اتعرفت عليهم هناك، عرضوا علي قال لي انت عربات الدوله بتاعت الامارات في حكومه ابو ظبي، لاحظ بتتكلم عن حكومه ابو ظبي، this is a true story يعني. قال لي عرضوا لي قال لي العربات اللي بتشتروها انت صغيره، طبعا حكومه ابو ظبي انا كنت شغال فيها، العربات الصغيره اللي بيجيبوها البوسطه ومش عارف المشاوير الصغيره صغيره دي، بتلقى الحكومه مشتريه عربات التايوتا اللي هي الصغيره دي، يعني بتلقاها المشاوير الدوله كلها بتلقى في الوزاره، بتلقى في العربات الكبيره، لكن في العربات الصغيره تحت الشغل يجيبوها البوسطه مش عارف ايه. قال لهم نبيع لكم عربيتنا جيات وارخص لكم 100 مره والجوده عاليه. وانت قلت له الكلام ده قال لي يعني بتونس معي، قلت له طيب الجوده بتاعتها انت كيف عرفتها عاليه؟ قال لي هل انت عارف انه شركه جيات دي عندها 42 كواليتي اسيسر؟ حكومه ابو ظبي ما كان فيها اسيسر كده. طبعا هسه الفيديو ده بكره حيطلعونه ويقول لك ده كوز، لكن ده كلام حقائق مهمه جدا تتعرف ليه. كان عندهم 42 كواليتي اسيسر بمستوى بتاع بلجيكا عديل لانه كان بيصنعوا. شوف عندهم الجرأة دي انه يبيعوا في زمن الدمار ده عربات الجيات لحكومه ابو ظبي. واحد المثال الثاني حضربه ليك وده مثبت، يعني ممكن تخش اي مره الاماراتيين عملوا المعرض بتاع السلاح بتاعهم ده في ابو ظبي، مصانع السودان دي بتبيع سلاح لحكومه الامارات. وانا لقيت مره ناس او سافر كان هنا برضه قالوا لي الكلام ده، يعني التصنيع بتاع الجياد ده يعتبر كصناعات هيفي عنده ريسبكت ما في وجه نقاش. فالسؤال ليه يا دكتور من غير ما اخش في السياسه وجياد والكيزان وغيره، لا عندنا هيفي اندستريز نجحت تماما دي ما دار نقاش لانه هذا تبيع للامارات جيش حديد، وعندنا صناعات سوفت ما حكوميه نجحت. ف
المعضله وين يا دكتور؟ هل نحن ما ممكن سيمبل بس نعمل كوبي للدل ما قاعدين في الخرطوم الاثنين؟ يعني لو لاحظت الناس الكبار والزول بيقول لك يا اخي ما لو نفس الكلام اللي قلته لزول هيقول لك يا اخي ما هدي جهات بتبيع عربات في الخرطوم هاي بتجمعها واي حاجه انا معاك، لكن قدروا يبيعوها التصنيع الحربي ده خلينه ماسكوا الجيش كواليتي عاليه يا دكتور بيتباع برا بيدفع في عمله حره، لكن الكوربشن اللي فيه ده خلينا منه. فانت في رايك الاشكاليه دي وين؟ طالما احنا قادرين ننتج الانتاج اللي بيتباع في الماركت ده الغالبنا انه على مستوى الدوله، وانت قلت براك الثوره دي عظيمه جدا وجابت الحريه والديمقراطيه والحريه، انت قلت ما بس انك تقول الكلام وتكون عندك حريه الراي، الحريه انك تكون تعيش كويس. لو عندنا الصناعه دي بيعملها دال بالطريقه دي ما ممكن نعمل شركات نحن ننتج اغذيه او نسنج المانجا دي ما عندنا وسط بين الناس الصبغه العربي بيتكلموا. فمعلش انا طولت في شرح السؤال ده، لكن السؤال ده يا دكتور يعتبر الكور بتاع الكويشن بتاع الصناعه ده. نحن عندنا الحاجات دي وبشهاده ناس اندبندنت، تفتكر المشكله وين يا دكتور؟ طيب انا اتخيل لي كلامك ده او سؤالك ده ما بتعارض اطلاقا مع الحاجه اللي انا قلتها. لو مذكر بس في البرزنتيشن بتاعي قلت لك ان احنا عندنا كله عندنا، سواء كان بيتكلم عن المصادر الطبيعية، سواء كان بيتكلم عن الإنسان ومقدرة الإنسان السوداني على إنه يتعلم حاجة، على إنه هو السوداني بيطلعوا من الجامعة خريجين جداد ما عملوا أي خبرة، بيطلعوا برا وبعد شوية بعد كم سنة بتسمع بيهم ما شاء الله بروفيسورات في جامعات وناس متخصصين في حاجات دقيقة جدا يعني. فكله عندنا المكونات بتاعت النهضة موجودة عندنا، ما بس النهضة الصناعية، النهضة الصناعية، النهضة الطبية، العلمية، الزراعية، كل الحاجات دي فيه، والبلد ذاتها ربنا حباها. يلا لما تيجي تلقى لك نماذج ناجحه زي دال مثلا من ناحيه بتاعت اذا سمينا الحاجه اللي عندهم دي نجاح، وطبعا اكيد انت محتاج انك تدقق اكثر من كده عشان تدخل في الحكايه بتاعت الارباح بتاعتهم شكلها كيف طبعا نفس طبعا الشركات اللي بتدخل فيها طبعا يس. يلا الحاجات دي كلها بتدلل لكنه فعلا المكونات فيه، والنازل ما جايب الخواجات عشان يشتغلوا الشغل ده، وفي النهايه معتمدين على شباب وشابات سودانيين ماشيين الشغل ده. وانا مشيت واحدة من إجازاتي شفتها واحد من المعامل بتاعت بيعملوا فيها شغل بتاع injection molding في السودان، حاجة كواليتي عالية جدا وحاجة على مستوى عالي. الشيء الحاصل في الدنيا الليلة إنه ما في أسرار، كويس؟ ما في أسرار رغم الحظر الحاصل كان على السودان وكذا. أنت إذا عندك الرغبة وعندك الابيليتي من ناحية مادية من ناحية بتاع التخطيط بتاع شراكات ممكن كل الحاجة دي توطينا عندك، وما عايز زمن كتير. عشان كذا أنا قلت لك في نهاية في آخر سلايد عندي قلت لك this is totally can do this، يعني الموضوع ده حاجة في متناول اليد وما صعب بكل المركبات والمكونات اللي عندنا، والدنيا ما فيها أسرار الزمن ده. لكن انت محتاج انك تتوجه الاتجاه الصح، محتاج انك انت تبدأ بداية صح عشان بدل دال. انا متأكد دال دي هي ممكن نقول ناجحة، لكن هديك مثال بس مثلا الشركة تكون قريبة من شغل دال ده، مثلا تايسون ميتس اللي هي شركة بتعمل لحوم وتشيكن وفراخ وحياة زي دي في أمريكا. هنا تايسون دي مبيعاتها السنوية أكثر من 75 مليار دولار، دي شركة واحدة بتعمل منتجات في خط واحد بس لحوم وبتاع الدجاج وأبقار وكده وغيره، أكثر من 75 مليار أفتكر لو المعلومات ذاتي ما فأنا متأكد نجاح دال ده ممكن يكون فيه زي 10 دال، واحدة منهم ممكن تغذي أفريقيا كلها، واحدة منهم ممكن تغذي. ودي الحاجة اللي أنا قصيدة إنه البوتنشل كبير، السودان ده كله عبارة عن بس شفت البوتنشل معطل، كل المركبات بتاعت النهضة موجودة. ده زي عم جلال، انت هوفول يا دكتور، انت زي عم جلال لو سألناك صح في فرق العمر، لكن خبرتكم ما شاء الله انت عمرك الصغير ده برضو خبرتك طويلة قوية. انت برضو لو سألك السؤال سألوه عم جلال ده، يعني انت حاسي عم جلال السؤال سألوه لك بين في السوشيال في الفيسبوك، قال له هل بتتوقع السودان مش بعد جزيرة ممكن يرجع زي ما انت بتحكي عنه؟ انت اسال وسالناك بخبرتك في امريكا وفي اغلب الشركات دي، هل انت هوبفول انه السودان ده فيه زي ما قلت 10 دال وانت عندك الكونفيدنس زي انه فيه قاعدين ممكن؟ فيه، لكن يعني ما لم نحن ننتبه للحاجات العوائق الواقفه بيننا وبين الواقع اللي نتكلم عنه ده ونبدا عليها ما 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 حنوصل لها للاسف. مش السودان برا بالمناسبه، بس في توجه عام في العالم انه افريقيا هي من اخر المعاقل بتاعت النمو والنهضه في العالم. قبل فتره كان السي او بتاع تويتر شركة بتاع تكنولوجيا ما عندها أي علاقة بإنتاج ولا كده، لكن قرروا إنه يعيش في أفريقيا 3 أو 6 شهور ما عارف إذا عمل ولا لا، لكن لأنه شاف البوتنشال جو شاف المستوى بتاع الريسورس الموجودة في أفريقيا،
مستوى الأعمار الشباب اللي ما شاء الله يعني ممكن إذا أنت بس اديتهم رأس خيط ممكن يتم الباقي براهم. ده نفس الوضع عندنا في السودان، كل مكونات النجاح موجودة عندنا لكن إحنا مخلين ده كله مشاكلين في فتاة بتاع مناصب بتاع شنو، مختلفين في ايديولوجي، في حاجات لا بتودي لا بتجيب، وما قادرين نركز على القضايا الأساسية الفعل ممكن تغير حياة الإنسان في السودان. والله يا دكتور شكرا لك جزيلا وخليك معانا عشان دكتور بكري ده لنا عندك سؤالين، معلش المره دي هازي لك سؤالين شويه يعني طف شويه سميهم. السؤال الاول يا بكري، في يعني كريتيك او نقد، مش نقد للصناعه في السودان ولا غيره، الناس لما تجيك ناس البيزنس الزينه دي يعني كليه البيزنس في الجامعه، انا الهندسه ما نعرف فيها اي حاجه كويس، بس كنت الهندسه دي على خدنا معاه بنقريهم اندستريال مانجمنت والمانجمنت والليدرشيب اللي انت قلتها دي، ده حدنا مع البوردر حقت كليه الهندسه دي، لكن بنيجي بعد ذاك الحته بتاعت الفيزابيليتي لانه ده مش موضوع مهم. في حاجتين، في مصنع انت تكون متابع قصته اللي اسمه بتاع التراك ده اللي اسمه سور، وما سور ده، سور ده تمتلك فيه حكومه السودان اللي هو الجيش السوداني، موجود عنده ويب سايت ومشهور جدا فيه 36% الجيش السوداني القوات المسلحه و36% القوات المسلحه القطريه، والتركي ده داخل بالميم زايد منهم بواحد بالمية عشان يعمل الاوفرول سي، يعني ثلاثة ناس داخلين فيه، الحكومة السودانية الجيش وحكومة قطر الجيش القطري عديل، والمستثمر التركي ده الكاماس كله اسمه سور قريب في بحر قاعد. المصنع ده انترناشونال ما فيه اي كلام، وخش الويب سايت بتاعته ما فيه نقاش، ايام الانغاز ما الانغاز ده موضوع تاني. المصنع ده قاعد في الخرطوم وعنده فروع في المناقل، والمصانع كانت منتهيه زمان منهاره في الحصحيصه وين دي شغاله، وبشوفوها بالستلايت بالبتاع في المكتب من الخرطوم ونجح، وبالدليل قالوا قادر ما قادر يكفي حتى الطلبات، وما بعرف الجيش النيجيري والشرطه النيجيريه وساحل العاج افريقيا الجيش ده كله والبوليس بيشتري منه، دي كلها عرايغ يعني من غير سياسه ومن غير ما اخش الكلام ده. يا نفس المصانع كانت يعني انهارت في الحصحيصة وفي المناجل وغيره وغيره وغيره. فانت كبير كررت ثلاثة مرات الليدرشيب، والدكتور هسه كرر مرتين الليدرشيب، وانا اتمنى نحن ما بنعمل علينا وكلامنا ده قاعد يصل يا بكري والله، لكن ما بيعملوا به، لكن قصة انه قاعد يصل مناكل المسؤولين انا عارف انه بيصل لانه مرات بيجي يعملوا يعني لكن نكون عارفين ونقول انه ذاته عملناه، لكن اتمنى انه هسه ده يصل لهم. القياده القياده القياده، وانت كررتها ثلاثة مرات قبل، ثلاث مرات والدكتورة كررتها. فأنا ده أسألك يعني لو عندك معلومة عن المصنع ده أو لو ما عندك، ده استثمار نجح ما فيه نقاش وما قادر يكفي، عادي كده قالوا ما قادر يكفي، فهل نجح عشان جات غيادة بتاع الدفن الصحيحة إدارة المصنوع المشروع ده وصح، لأنه هو النظام السابق البائد السيء ده كان هو البيئة الخصبة سهل لهم كل الأمور، ولا عشان هو داخل طبعا فيه الجيش عنده كلمة أخرى في السودان، ولا لأنه أساسا زمان نحن ما عندنا زمان في كلية الهندسة ولا كلية الأعمال ما كان في ثقافة أو يعني الجيل بتاعك ده يا بكري ما برضو يعتبر جيل صغير، بمعنى قبلك ما أظن كان قروا ليدرشيب، يعني ما أظن في الدكاترة اللي درسوا في كلية الهندسة فيهم واحد عنده ماجستير بعد البي اتش دي في الهندسة في الإدارة، ما أظن، أنا بعرف كثيرين بروفيسورات ما أظن، يعني الفهم اللي عندك ده نكون واقعين ما كان موجود يا بكري من غير الإنغاز ولا ما الإنغاز، يعني ما في مهندس بيعرف ذاته الليدرشيب تلقاه دائما بعيدين من القصه دي. طيب فرايك شنو انت يا بكري الحته دي بالذات عشان كمان لو عندنا نماذج هذه، رايك شنو في المثال ده، واذا ما عارف المثال ده اخذ كلامي ده على انه حقائق، يعني عنده ويب سايت المشروع ده ممكن تشوفه يعني. اسف يا دكتور معلش يتكلم المفروض يكون بعد ده فتح معك. طيب كويس شكرا لك يا بروف علام. زي ما انا قلت لك المثال بتاع دال والمثال بتاع ايات وغيره هي اسباب نجاح متوفره، لكن انت لما تجي تقيس النجاح على مستوى صناعي او على مستوى بيزنس، في النهايه الجول بتاع الصناعه بشكل نهائي شنو؟ انك تنتج لك حاجه تدر لك دخل كويس. وانا متكيف جدا من عم جلال ربنا يديه الصحه والعافيه وكلامه الفاشن شديده جدا عن موضوع الزراعه، وده نوع الفاشن نحن محتاجين له، ونحن عايزين ناس يستميتوا في الدفاع عن الزراعه عن الثروه الحيوانيه عن الصناعه، وكل زول يعمل الحاجه المحتاجه لها البلد في القطاع بتاعه.
النجاح بتاع الصناعة النهاية بتقيسه بأنه هل قادر الصناعة دي إنها تدفع الاقتصاد لقدام ولا لا؟ بمعنى آخر إن أنت قادر تنتج سلعة بتكلفة تكون أقل من تكلفة اللي أنت حتجيبه مستورد أو تكون أقل من تكلفة اللي أنت حتصدر عشان تنافس معاه ولا لا؟ في حالة الجيش وفي حالة الحكومة أنا ما بقدر أقول إنه البيزنس دي ناجحة، لأنه أنا عارف إنه الناس دي تكلفة الضريبة بتاعتهم ممكن تكون صفر تماماً، ممكن تكون كمان مش صفر، ممكن تكون نيجاتيف، ممكن يكون بيستفيدوا من منح من الحكومة أو عطاءات حكومية تكون ما متاحة لغيره، كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل أنا فعلاً كجيش في بلد دوري الأساسي حفظ الأمن والسلام والمساهمة في تطوير البلد بشكل عام، هل دوري إنه أنا أكون موجود كمنافس وأنا عارف إنه المنافسة بتاعتي ما هتكون عادلة؟ أنا كإدارة للدولة عارف إنه أنا بتمكين جيش من إنه يكون له وجود في صناعة زي دي بيحصل على امتيازات ما متاحة لزول جاي الليلة عنده رأس مال عايز يجي يستثمر في إنه يعمل له مصنع ينافس المصنع ده، لأنه بالواضح كده حيشيل المنتج بتاعه وحيمشي بتاع الجيش، ترحيله مجان لأنه يستعمل عربات الحكومة، كهربته مجان لأنه كهربت الحكومة، ضرائبه سلبية لأن الحكومة تدفع له دعم. فده الحاجة دي وكلنا عارفين، أنت برفع اللام زول بتدرس بيزنس عارف إنه ما لم يكون عندك level playing field، ما لم يكون في عدالة في التنافس، الحاجة دي في الآخر بتقتل الدوافع للإبداع وبتقتل الدوافع للنجاح. فبالواضح كده الشيء الحاصل عندنا حاليا ده النجاحات اللي أنت بتشير لها دي سواء كان سور أو سواء كان أي واحد من النماذج الثانية دي ما لم يحصل لها تقييم واضح وتضاع في منافسة عادلة مع زول غيره اللي لا بتاع سور ذات وخليه يحاول ينافس لي مع شركة ثانية منتجة لنفس السلعة دي في حتة ثانية وتكون تداخل في اتفاقية بتاعت تجارة مشتركة. مجرد ما الناس تعرف التفاصيل بتاعت إنه ياخد حاجة دي عندها government subsidies وكده القضايا بتاعت التجارة حتبدأ في المحاكم طوالي، ولك اخذ حاجه دي ما فير حيتحصل على في كل القطاعات حتى في الطيران ده والخطوط اللي بتكون بتتلقى دعم من الحكومه دائما بتلقاها في حاله بتاع الصراع مع غير الامن ولك المنافسه ما عادله. ف لكن برجع واقول انه الجيش هو برضه بيستفيد من تطور الاقتصاد السوداني بشكل اورجانيك بشكل طبيعي، لما يكون عندنا بلد اقتصاد عليه القيمه تقدر تسلح جيش تسليح عالي، تقدر توفر تدريب وتاهيل لكوادر الجيش بتاعنها. في النهاية دي تايدل ويف يا بروف علام، دي عبارة عن موجة جاية من المحيط هترفع الناس دي كلها معاها وتمشي. فده الأسلوب المفترض الناس تركز عليه، ودي الحاجة المفترض الناس في إطار تنظر لموضوع التطور والنهضة والصناعة والزراعة وغيره. ده ردي على سؤالك ده، ما أعرف إذا جاوبته ولا. والله دكتور شكرا لك وفيت وما قصرت أقول له كله. السؤال الثاني بس سريع حزرك ليه، أنا كم مرة بتواصلوا معي ناس بيقول لي منصتكم دي ورونا ناس في الطيران سودانير ما سودانير، وحقيقة في الطيران ده أقول لك قدامك يعني بابليك هذا قدام الناس دي، أنا غيرك أنت ودكتور عادل ما قاعد أعرف زول ومعيز معهم ما قاعد أسمع، مش ما يعني ما في تاني زول ما بعرف والله، يعني كل ما تجي سيرة الطيران لما نخش حتى في الجيدة بتاعتنا ولا بسمع ولا كان بقرأ ولا في فيسبوك يعني الناس شغالين مهندسين طيران ومؤهلين عالي جدا، يعني هون الثلاثة ديل ما قاعد أسمع، يعني أنت وعادل بالذات فيري سينير ومعيز في مع ناس عادل هناك. فحتى بيزالوني انا بالنسبه لي سودانير اذا كمبني فاشله دار لها مدير يعمل لها يحولها من شركه فاشله لشركه ناجحه اقلها يعني، لكن برضو طبعا انت زول يعني اي زول لو ما عارف ممكن يمشي يقرا عنك، وكان عادل برضو خبره في الهندسه بتاعت الطيران والانجينيرنج ما في كلام ولا في شك، وفي اكبر الشركات في العالم يعني ممكن تستشار في اي حاجه تكنيكال دي ما دار نقاش، لكن طالما انت زول مدير لاستراتيجيك ليدرشيب وانت زول بتعرف في الاداره والقياده انا حاسلك السؤال ده عشان اكون اخر سؤال وماشي يا دكتور اختم معاه. سودانير دي هسه اكيد السودانيين لو فكروا قالوا نسمع كلام علام ده ونشوف الناس الدياسبورا اللي بيقول فيهم شاطرين وبعرفوا دي يا هم انت واحد منهم، يعني تقول شنو في سودانير دي؟ طبعا ما بلومك لو ما قدرت تجاوب لانه في النهايه انت برضو خبرتك في صايد معين منجره تماما، سودانير دي اذا اوت اوف بزنس شركه فيلد يعني ما داير نقاش ولا تضيع وقتك سببها شنو، ما هي ما قاعد تطير هسه يعني ما هو بالعربي ما عندها منتج. فلو بس اقول قالوا نسمع من دكتور بكري ده عندك اي واحد اثنين ثلاثه اي حاجه قاعد تجي في بالك اكيد بتتوقع السؤال ده، ما انت زول مشهور بانك زول خبير في الطيران واشتغلت في شركه طيران كبيره اللي هي كزول انجينير وكده، ف
حتى بتقدر تقول في اي حاجه الموضوع السوداني ده يا دكتور. سوري معلش ثاني قال الصوت ده بيقفل الظاهر لانه تفضل دكتور. اوكي شكرا لك. طيب موضوع الطيران طبعا موضوع برضو مهم شديد بالمناسبه، ومهم في حاجتين، مهم كخدمه اول حاجه كويس، ومهم كمدخل من مدخلات الانتاج. يعني انا قبل يمكن في السلايد بتاعت مدخلات الانتاج جبت صوره بتاعت هاي ويز وطرق وكده من الحاجات المهمه والموانئ. الطيران ما لم تتم النظر له، مش بس السوداني البراعه، قطاع الطيران السوداني عموما ما لم تتم النظر له انه مركب مهم من مركبات النهضه، وانه يكون حصل له انتجريشن مع الانتاج. انه ما يعني صح المارجن او هوامش الربح في الموضوع بتاع تشغيل الركاب ضعيفه جدا، والمنافسه صعبه جدا. احنا حولنا ما شاء الله عتاوله الاثيوبيه القطريه ما اعرف الاماراتيه، خطوط ضخمه جدا وبتنافس في خطوط في راوتس كبيره جدا. فما لم يكون عندك انت قيمه استراتيجيه لقطاع الطيران انه توصل مثلا منتجاتك من مواقع الانتاج الى الميناء في خلال يوم، في خلال ساعات، يوصل للاسواق العالميه، ما لم تكون في قيمه استراتيجيه لموضوع الطيران، مستحيل انه نحن تجستيفاي انه يكون عندنا خطوط. والمساله مكلفه ما سهله، لكن التكلفه دي انت لما تاخذها في حساباتك العامه بتاعت انه يا اخي انا عايز قطاع سياحي منتعش، انا عايز قطاع بتاع تصنيع يرفع لي المناطق المتاثره بالحروب، وكان عندها منتجات زراعيه او منتجات بتاعت البان او منتجات بتاعت بابات او منتجات بتاعت فواكه او غيره. فالطيران ما تشغيل ركاب بس، الطيران هو قطاع بتاع نقل. والليلة حاليا في ظروف الكورونا دي يمكن كلنا عارفين انه حركة الطيران بتاعت الركاب بقت اقل من 10-15% من الحركة المعهودة، لكن حركة النقل ونقل البضائع تأثرت قليلا وبعدها رجعت شوية، حصل في انتعاش اكثر. فالناس محتاجة تنظر للموضوع بتاع قطاع الطيران نظرة استراتيجية مرة ثانية عشان تقدر تجستيفاي انك تمشي تشتري 10-20 او تليف 15-20 طيارة تاخذها وتكلفة عالية، لكن اذا انت قادر انك تربط الموضوع ده بانه انا قادر احقق نجاح في قطاع السياحه، قادر احقق نجاح في قطاع النقل، انه المنتجات بتاعتي تصل الاسواق، المانجا بتاعتي تصل السوق قبل ما تبوظ في الشارع وبسعر ينافس، ما لم تحصل الحاجه دي ما من السهل انه قطاع الطيران ينتعش. عشان كده انا قبل الكلام اللي قلته انه التيم سبيريت في الشغل بتاعنا ده، انت لازم وزير النقل بتاعك مع وزير الصناعة، مع وزير المالية، مع وزير الزراعة، والثروة الحيوانية، الناس كلها مفترض تكون عارفة عندها استراتيجية واحدة كلها شغالة منها، أو خطة قومية كاملة شغالين منها كلهم مع بعض، حيث إنه كل زول بيأدي دوره، كل وزارة بتأدي دوره. ما لم تحصل الحاجة دي يا بروف علام، مش الطيران براه، ولا الصناعة براه، ولا الزراعة، ولا التعليم، ولا الصحة. الحاجات دي كلها للأسف محتاجة إنها تترابط مع بعض. وفي حاجات حتكون زي ما قلت لك زي الطيران، ممكن يكون يعني نظرة رجله مجرد ومنفصل كده، حيكون في حاجة خطرانة يا أخي أنا محتاج أدخل فيها ليه، لكن لما تاخذها في صورة استراتيجية عامة للبلد بتكتشف إنه أنت كونك ما عندك طيران معناها ما عندك تصدير، معناها منقتك بتبوظ في الشوارع، التعبانة بتاعتك دي قبل ما توصل حتى الخرطوم، معناها الصمغ العربي بتاعك تجد الترحيل بتاعته لأنه معتمد على غيرك او كده. فدي حسابات كلها على مستوى القياده فوق. برجع وبقول ثاني، القياده محتاجه تحدد الوجهه، وبعد ذاك الناس تشيل النقاب. طيب دكتور شكرا لك جزيلا وما قصرت، وعشان انا بس يعني يمكن يعني ما الله يزيدك في نشاطك ده اللي بيخلي زول تابيوز اللي بيقولوا يعني طاقتك دي، ربنا يديك الصحه والعافيه. لازم اسالك السؤال لو انا ماشي للدكتور عشان اخلص. انت قبل احنا اللي اخرنا الجلسه بتاعتكم دي، السؤال اللي جايكم كلكم يا عمنا يا جلال الدين يا دكتور سهير، عشان المؤتمر بتاع البرايم مينستر حمدوك كان عنده المؤتمر اللي هو اعلن فيه والولاء وغيره، انا ما حضرت كله بس حضرت الولاء. فانت زول كنت مع الثوره دي من الناس الظاهرين، وانت اكثر زول عملت كامبين واكثر زول انديفيديوال في العالم ده جمعت قروش بيساعد بها من ايام الاحتصام، وكنت مشيت الاحتصام وحضرته وكله حاصل. يعني انت الثوره دي عشتها غير بكري علي الزول الاكسبرت في الصناعه وغيره وغيره، انت الثوره ذاتك سوداني عشتها تماما يعني، سافرت وعملت معروف انت للناس دي كلها يا بكري. والحريه والعداله والكلام كله انت ده عارفه، وعندنا شهداء وعندنا والمراه وغيره. فاحساسك شنو المؤتمر اللي اجلنا لك بالغانا ده، الولاء العينوهم الليله ديل، اتهيألي فيهم واحده ولا اثنين بس، اثنين نساء كلهم رجال،
ومبارح في صورة حايمة ولا يومين لو شفتها أو لو ما شفتها أنا أقول لك رئيس الوزراء حمدوك كان مش بوشوليه 12 سفير سوداني ماشيين مسافرين لبلدان الدوم بعتهم ليه وتقريبا هي دي أهم الدول اللي يعني صراحة تهم السودان يعني الدول الكبيرة يعني أمريكا سفير أمريكا وسفيرنا في جنيف أبو طالب بعرفه كويس جدا من الناس الممتازين في الخارجية كانوا وسفيرنا الماشي سوريا الماشي جنيف أصلا أكبر اثنين جنيف وأمريكا دي أكبر سفارتين يعني مهمات شغلهم العالم يعني سفيرنا الماشي أمريكا والماشي جنيف والماشي أثيوبيا والماشي الرياض والماشي وين وين ال 12 ديل كلهم رجال ولا مرة واحدة ما فيهم تمام والليلة قبل شوية أعلنوا فأنا بسألك من ناحية الثورة ومن ناحية الجهاد الجاهدون هذا كلهم يعني إحساسك شنو يا دكتور بس الحاجتين دي خلي الباقي الحكومة ذاتها وعدنا بأنها تكون نصها نسوان وعدونا في مؤتمرات صحفية عديدة قناة الحرية والتغيير وفي قولة مشهورة يعني اتغالت من ده من ضمن اي كان كوت ناس ما دارت كل الاسماء يعني في كلام رسمي بتقال انه حيكونوا 50% نساء ما حصل طبعا فانت بتحس بشنو يا دكتور هل احنا لسه مداخرين في انه نعرف دور المرأة مداخرين في انه تبوش المرأة للفرونت لاين شنو المشكلة يا دكتور وانا عارف في بريك داون في الجفرنس واي شيء ففي رايك الانطباعك شنو عامل الحاجة دي الليلة اثنين بس نسوان ومبارح ما في اي مرة في 12 ديلة الله يبرح فلان شوف هو إذا الواحد قال إنه الواقع الحاصل حاليا ما محبط يكون بكذب كويس الثورة كانت عظيمة الثورة عظمتها جاية من إنه كل الشعب السوداني ده وقف فيها وقفنا فيها نسوان ورجال وشباب جوا وبرا وكل الناس وكلنا شفنا النماذج بتاعت دور المرأة في صناعة الثورة ناس رفقة وغيرها من الكنداكات ما شاء الله يملؤ يعني الشمس زي ما يقولوا فالحاصل حاليا في الملف بتاع فرص النساء ده بالتحديد يعني صراحة حاجة مخجلة جدا أنا ما قادر أفهمه ولما تقرأ شوية تصريحات بتستغرب إنه ليه الناس يتكلم عن الموضوع ده بصورة زي دي هل معقول ده سودان الثورة أن إحنا عملناها وافتكرنا إنه كسرنا كل الحواجز بتاعت العنصرية والتمييز ضد المرأة والحاجات دي لكن للأسف واضح أنه لسه مشوارنا طويل ومتكيف جدا أنه ما شاء الله أخواتنا ما واقفات يعني عملات الحملات وحقنا كامل ما بنجامل وكل شيء وده الطريقة في المنطقة وده الطريقة أنه الناس الثورة دي ما حقت زول ولا البلد حقت زول أنه الناس لازم تطالب بحقوقها لحد آخر لحظة عشان تحصل كويس بالنسبة للتعيينات أنا أتمنى أنه السادة والسيدتين الولاة إن شاء الله يا ربنا يوفقهم في النهاية المقياس بتاع الناس يفترض يكون الأداء والأداء على الأرض ودور الوالي أنا دائما كنت بقول إنه الوالي دوره أكبر وأصعب من دور وزير مثلا في الحكومة الاتحادية لأنه الوالي ده حيكون مسؤول من الصحة والتعليم والزراعة والعلاج وكل حاجة في الولاية بتاعته يعني هو رئيس بتاع جمهورية مصغرة اسمها الولاية أو الإقليم فبتمنى لهم التوفيق والله لكن انا متاكد انه حنشوف باذن الله بتمنى انه حنشوف نماذج بتاعت نجاح هتخلي الناس شويه شويه تبدا تغير النظره بتاعتها اقدر اقول انه في عامل اجتماعي يعني ما نقدر ننكر حاجة احنا مجتمع عندنا مشاكل محتاج الناس بالتعليم وبالنماذج وبكده تتغلب عليها لكن دور القياده في الحاجه دي مهم وفعلا التخبط الحاصل في انه تعينوا مثلا سفراء كلهم رجال وكلهم بالنسبة لعامل السينما متأكد إنه صح أنت عايز خبرات وكده لكن يا أخوانا الشركات اتجهت في الفترة الأخيرة دي نتكلم عن الشركات مش عن دول اتجهت لأنه بقول لك hire for potential not for skill ولا for experience صح يعني تعين الزول اللي أنت بتشوف كده إنه عنده المكونات بتاعته إنه يكون سفير ناجح مش الزول اللي مش عامل له خبرة 50 سنة عشان يجي ما يقدر يأدي لك العمل بتاعه بالطريقة المطلوبة في نفس الوقت التخبط اللي حصل انه اسماء تعلن في الليسته بتاعت السفر وبعد ذلك هي تراجع انه والله خسبت انهم كانوا تابعين للنظام السابق في حاجات كثيره احباطات كثيره حاصله جدا في الواقع بتاعنا لكن برجع واقول انه الاجماع اللي قاله الدكتور عبد الله حمدوك في الواقع السوداني الحالي ده اجماع ما متوفر حتى لشخصيات قياديه على مستوى العالم اوباما لما كان في احسن ايامه ما كان ال ال ال, ال الابروفال ريتنج بتاعه اللي هو القياس بتاع معدل موافقه الناس على اداءه وما كان بيفوت ال 60% كويس
وده زول يعني شفنا عمل شنو في امريكا في وقت حرج زي ده. دائما الناس على خلاف. دكتور عبد الله حمدوك لقى اجماع كبير ما سهل من شعب عنيد، شعب مصادم، عمل ثوره كبيره جدا، لكن الاجماع ده يظل طاقه كامنه ما لم يتحول لافعال وما لم يتحول لقياده حقيقيه برؤيه، مش قياده بتاعت انه الناس تقدم رجل وتاخر خطوتين، تقدم خطوه وتاخر خطوتين. بتمنى انه الامور بتاعتنا كلها من ناحيه تعيينات، من ناحيه دور للمراه، من ناحيه كفاءه حقيقيه. وبالمناسبه يعني دي انا متاكد التعقيدات اللي في الملف ده تعقيدات ما سهله، وانا مريت بها شخصيا بصوره بيرسونال، يعني انه في تعقيدات، انه في قوه سياسيه متنازعه في الموضوع ده. دي حاجه ما فيها شك ولا في زوج يقدر يغالط فيها، وما كان ده العشم. كان العشم والامل انه القياده السياسيه بتاعت البلد ترتقي لما تحقق في الثوره عشان تقدم نموذج مختلف لاداره السودان سياسيا. فواضح انه معركتنا متواصله، ما وصلنا زي ما بيقولوا سدره منتهانا، لكن برضه في نفس الوقت في اسباب كثيره جدا للتفاؤل، وانا متفائل جدا والله رغم الحاصل حاليا، متفائل جدا والله. ده جميل يا اخ بعد اليوم الطويل، شكرا ليك. بنحلم بفضاء اوسع، بنحلم بزمن اجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد.